سي عزيز، واش ممكن تقرب الجمهور اكثر للشخص عزيز حسني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد بالتواجد ديالي يعني معكم، هاد يعني جريدة اصوات ومجلة اصوات، يعني نظرا للمكانة ديالها ونظرا للاقبال ديالها، نظرا انا سعيد ان نكون حاضر معكم لتقريب يعني وجهة النظر ديالي والجمهور العريض اللي كيشوف هاد القناة دي. انا عزيز حسني، مطرب وملحن، يعني بديت المسيرة الفنية ديالي تقريبا في يعني انا بديت وانا حديث السن، يعني ديك الارهاصات الاولى ديال اكتشاف الاشياء اللي كتدور حولي، بحكم انني كبرت في واحد وسط فني، يعني الوالد ديالي ولا جدي ما كانوش تيمارسوا الفن، ولكن كانوا موهوبين وكانوا يعني بواحد الطريقه يعني بطريقه موسيقيه، يعني كانوا اكيد الوالد جدي الله يرحمه كان نظام، يعني نحن ابناء الجنوب يعني مولوعون بالملحون، فكان نظام وكان تيعزف على السوسدي وعلى السمتير، وكان الوالد ديالي روى منه بعد الطوع المغربيه يعني يشرب من عنده، ولكن الوالد ديالي كان يميل اكثر الى الفن العصري اللي دخل ديك الساعه، يعني في الخمسينات اللي دخل المغرب مع يعني في محمد عبد الوهاب كأم كلثوم، وكانت عندنا واحد المونيغرام واحد سميتو ان هذيك يعني انا تربيت عليها، الوالد كان تيسمع الاشياء النادره وكان تيمشي يقلب عليها وتيبحث عليها وتيجيبها، وامثال الشيخ ابو العلا، الشيخ زكريا، منير المهديه، داود حسني، الشيخ يعني واحد مجموعه ديال الرموز ديال الكتا في ميدان الطرب والغناء، وانا كبرت على السماء، يعني كبرت في الوسط يعني على السماء، فبدات الموهبه ديالي يعني كتظهر شيئا فشيئا. ف كان عندي واحد في المعلم الابتدائي نذكر الان لانه عنده واحد الفضل عليا بفضل الله تعالى، انه كان هو الذي وجهني واحد التوجيه بعد سماعي لترتيل القران الكريم، يعني اكتشف صوت عزيز حسني من خلال ترتيلي الى ايات الله، ولكن كان ما وضحش لي الرجال، قال لي انا كنت ندخل القسم قبل ما يجيو التلاميذ وقبل من المعلم، كيعجبني ذاك الفضاء وذاك ليكو ذاك ليكو ديال القسم وذاك الصاله، وتندخل تنبدا نرتل ايات القران. حنا يعني بحكم حنا ولاد الزاويه، يعني حنا كبرنا نشأة ديال الزاويه، وما قال والو المعلم هذا السي الشابي الا باقي في الحياه الله يرحمه، الا باقي في الحياه الله يرحمه، ولا مات الله يرحمه تماما، يعني فاك سمعني تنتربت القران ورجع. وفي الحصه كنا كنخرجوا في 12 ديال النهار، قبل من الحصه باش نخرجوا تقريبا واحد نصف ساعه، هو يقول لي حسني وقف. انا قلت هذا شي توبيخ ولا شي حاجه، فقال لي يلا قرا ديك القراءة اللي كنتي كتقرا قبيلة، بقيت تنشوف فيه بداو التلاميذ كيضحكوا غير المسكتو سمعوه مزيان، وبالفعل يعني رتلت بعض الآيات، ومن ثم ولات كا يعني ولات يعني ديك العادة ولات السنة كلها تقريبا عند انتهاء الفترة الزمنية ديال الدراسة من 12 11 ونص تنوقف ترتل القران، وحس هو كان عازف عودي، ومن هنا هو يعني اللي كيسالم تيكون شي نشاط. ديك الساعه كان واحد المناسبه اللي كانت هي عيد الطفوله اللي ما بقاتش، يعني كان عيد الطفوله كنا تنديروا برامج
مدرسة وتنديرو وتيتكتشف فيهم مجموعة ديال المواهب في المدارس. فمن هنا أنا كنهز العود ديال الأستاذ المعلم، ما كنت تيقتف شي واحد تيعطيني أنا العود نقطو ليه. وأنا ديك الآلة العجيبة وهذاك الحس ديالها وهذاك الرنين ديالها وهذيك الأنغام اللي كتخرج منها يعني ملكاتني. كان هذا هو يعني التوجيه الأول ديالي. فبالفعل جا عند الوالد ديالي وقال له الحاج هذا الوليد عندك موهوب يعني وراه كينتقل بدون يعني ما عرفش يعني ينتقل من المقامات يعني بدون ما يعرف اشنو هما هاد المقامات. انتقال سليم ما كايناش دراايه يعني يعني بالفطره بالفطره استاذ يعني انتقالات. قال لي راه كيدير الرص كيدير البياتي كيدير السكات كيدير الحجاز كيدير هادو راه مقامات عربيه وهادو راه تيكونوا يعني هو تيركز على واحد المقام سميتو راحه الارواح. قال لي هو ما تيعرفش هاد المقامات ولكن الحس ديالو يعني بتلقائيه تيخرج هاد المقامات بدون. ولكن الجميل فيه هو انه انتقالات ديالو سليمه جدا سبحان الله. قال لي انا تنصحك اشريف الى ما هاد الوليد خصك دير معاه. كانت هذه هي انتقال المرحلة الأولى والوالد ديالي يعني سمع الهضرة واحد النهار تيدخل تيغمض ليها عيني تيدخل تيلقى شنو هي عود أول عود في حياتي أول هدية اللي ما عمري نساها في حياتي ديالي. كنلقى شنو هي عود يعني راه واحد الفرحة غريبة ما عمري حسيت بديك الفرحة ديال ديك النهار. كان هذا هو يعني من خديت اللي سميتو بحال كنقول حنا عطاتك عطاك الوالد يعني الاشاره ولا الطموح ديالي اكثر فعلا. وشي معهد اول استاذ كنقرا عنده هو الاستاذ المرحوم عبد الكومي رحمه الله يعني كان كيتعامل معايا بواحد الطريقه غريبه جدا لانه لمس فيا ربما بالحس ديالو وبالتجربه ديالو طويلة اللي كانت عنده. وكان اول ناس واول شخص مع الاسف الثقافه الاعتراف ما عندناش حنا اول شخص تيأسس معهد موسيقي يعني كان المرحوم محمد الخامس كان سيفطو من القاهره باش يقراو تما كان السي عبد الاكومي وسي طاهر الزمراني. هاد الاسماء هادي مع الاسف حتى واحد ما تيجبدهم. وهاد الناس عندهم واحد الفضل كبير جدا على الموسيقى المغربيه ككل يعني دخلنا لواحد المرحله ديال يعني ديال الموسيقى الاكاديميه. هاد الناس كانوا هما اول ناس اللي جاو داروا معهد سي اغومي كون وركب ويعني واسس المعهد الوطني للموسيقى. سي طاهر الزمراني مشى للقصر الملكي وتكلف بالفرقه اللي من بعد ولات سميتها الجوق الملكي. يعني حنا مشحفين في حق هاد الناس لان الناس مع الاسف كما قلت كان خاص تكون عندهم واحد الرمزيه كبيره وكان ممكن ان تسمى عليهم يعني مثلا استوديوهات او ممكن يسمعوا عليهم الشارع كأهرامات ديال الموسيقى مع الاسف مع الاسف هنا بدا التردد ديالي استاذ ولا الطموح ديالي اكثر تماما. وبديت نمشي يعني لقسم الموسيقى في الاذاعه الوطنيه يعني تنعاود كتشي غير بداية الثمانينات تماما. سي عزيز بغينا نعرفوا واحد القفزه نوعيه دازت في واحد المرحله من حياتك مادام ان المعروف عليك انك كنتي كدير الهندسه الصناعيه. نعم بغينا نعرفوا هاد الفتره الانتقاليه ما بين الهندسه الصناعيه الى الفن. واش هاد الحس اللي دويتي لنا عليه دابا كان طبيعه الحال هو اولى الاولويات انه دفع بك او جاك الفكره من بعد مثلا ما درستي الصناعه هذه الى اخره؟ تنشكرك على هذا السؤال ما عمر شي واحد طرحه عليا وسؤال يعني عندي معاه واحد ذكرى خاصه. نعم يعني احنا كنا تنعرفوا بان الوالدين يعني تيخافوا على وليداتهم تيخصوا يضمن المستقبل ديالهم تيخصوا يفرش لهم يعني الطريق للمستقبل يعني. وتتعرف يعني الوالد كان تيقول لي الوالد تيقول لي الدبلوم قال لي المستقبل الدبلوم يعني الايام اللي جايه
خاص يكون فيها لا ما عندكش ديبلوم ما يمكنلكش انك يعني خاص تكون يعني موجز. فكنت نقرا يعني خرجت من تقريبا السيزيام يعني ولا شي حاجه ودخلت المعهد خاص ديال الهندسه الصناعيه بعد ما كدرت في التكوين المهني وخديت الدبلوم التكوين المهني ومشيت لتاجت لهذا المعهد وبالفعل حصلت على الدبلوم اللي كان بغى الوالد ولكن عزيز حسني ماشي هو ديك الدبلوم. فبالفعل خدمت واحد المده خدمت في واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي عندها علاقه بذاك الدبلوم ويوحنا هو ديبلوم تقني يعني ملي كتهضر على الهندسه الصناعيه ماشي الهندسه المعماريه الهندسه الصناعيه تماما ديسان اندستري فكيعتمد كله على حسابات يعني الانسان تخدم بالسينوس والكوسينوس يعني اشياء دقيقه جدا. ف لقيت راسي قريب للموسيقى ما دام ان الموسيقى في العلامه ديالها او في الاباجيديه ديالها حتى هي فيها واحد الحساب خاص هو فيها واحد يعني دقة يعني ما يمكنش ان غير بهذا هكذا مشيتي فهي الرموز ديالها اللي فيها تقريبا حتى هما تيعتمدوا على واحد الدقة في التعامل فما لقيتش مشكل والحمد لله وديك الساعة كنت بالموازاة تنقرا وتندير المعهد تمام. فمن شديت الدبلوم هنا قربت الدبلوم هنا يعني وليت فين غادي يجر عايز تمام. واحد النهار جيت للوالد قلت له شريف انا راه ما عرفتش راه هذا بغيت الدبلوم هذا الدبلوم هذا انا راه التوجه والحس ديالي راه فاجي الحاجه اللي الوالد اللي قال لي يا ولدي هذا الميدان راه الظاهر ديالو وردي يعني مفروش بورود ولكن العمق ديالو يعني راه مليء بالاشواك والمطبات الدهاليز والمكائد يعني واش غتقدر تمشي في هذا الشيء؟ قلت له حاجه انا غادي نمشي انا هذا اختيار قال لي باش ماشي واحد النهار تقول لي ندمتي مثلا تقول لي الوليد علاش ما وجهتينيش انا تنقول لك قدام خوتك راه هذا اختيار ديالك اختيار تمام وبالفعل مشيت في هذا الاتجاه هذا والحمد لله وكان الحمد لله بديت يعني بديت الوليد فين غادي يحس اللي غادي يحس بالفرحه هو منين يعني انطلقت وليت مشيت نجلس مع الكبار ديك الساعه فالوليد كتجي بحال لا تصدق او لا تصدق يعني تصيفط معايا الاخ ديالي يعني سبحان الله قال لي هذا الولد راه غيبقى يقول هذه الهضره يضحكوا عليه الناس واش تيقول لي مشى عند الرضاوي مشى عند الفويتاح واش هاد الناس غير صافي اجيتك وعند قال لي راه بقى كيقول هاد الهضره راه يضحكوا عليه عباد الله سير يعني سير وجهو ولكن الكذوب راه غيولي من اللي غيولي الصحابه اللي يضحكوا عليه لكن السي عزيز على ما كنظن كان اليقين ديالو التام هي ملي لحنتي الاستاذ نعيم سميح اكيد تما تاكد على انه فوالا يعني الابن ديالو ولا مع ناس نيت فعلا دار المكانه ديالو داك الشيء اللي كان تخوفهم بحال تحيد داك التخوف ديالو اكيد استاذ كاين استاذ اكيد لكن بمجرد ان يعني كما كتعرف استاذ بان واحد الوقيته كان ما يمكنش شي واحد يجي ولا ما داس من لجنه مخصصه ما يمكنش يدخل يقول انا فنان انا فنان يعني الولد انقلبت الموازين انا ملي دخلت مشيت عند السي احمد الرضاوي يعني كان واحد السيد سميتو جمال الدين شقرون مشيت عنده ولقيت واقف هو اسماعيل حمد الله يرحمه قلت له راه بغيت نشوف السي احمد بقى تيشوف فيا وليد صغير وراه يعني ديك الساعه تكون عندي 17 18 سنه بقى تيشوف فيا تقول لي كيفاش السي احمد واش جيتي بغيتي تشوف السي احمد شنو كدير؟ واش بغيتي تغني واش بغيت السي احمد داخل ويقول له قال له السي احمد راه الوليد بغى يشوفك قال له ايه مزيان السي احمد كان عنده الروح ديال الدعابه وديال وسكين قال لي مزيان ولدي بغيتي تشوفني مرحبا انت ولدي انت شوف انت قال لي واش شتيني والله الله يهنيك فهنا كانت واحد النقله اللي هي اللي غيرت المسار ديالي المسار تماما فانا بما قلت لا سي احمد انا راه بغيت نسمعك شي حاجه ودرت له بيدي انا بوشي فشاف فيا بدا هو يقول لسي اسماعيل اسماعيل واحد فويت صغيور
حيت مرحوم فويت حتى هو كان جوشي. جوشي ستار. جوشي ستار. وهنا كانت هي المرحلة اللي جات من وراها واحد مجموعة واحد الأشياء وجا باعتراف يعني اللجنة اللي أجاز العريس باسمي. وبغيت نقول لأن هذا المشكل ديال اللجان اللي ما بقاش هو اللي خلى هذا الميدان في التسيب. أنا عندي واحد مجموعة ديال الدبلومات ولكن الوثيقة اللي عندي معلقة في داري هي الوثيقة ديال السحم البيضاوي. يعني من تيقول لك أشهد يعني أنا الموقع أسفل أحمد البيضاوي رئيس قسم موسيقى الإذاعة والتلفزة المغربية بحضور السادة السي الكوكبي السي عقاد الرشدي عمر الطنطاوي يعني واحد مجموعة أسماء مجموعة الحمادي مجموعة أسماء وزينة السي عاطي أمنا يعني السي مولاي علي السقلي واحد يعني واحد الأسماء مولاي السقلي هو اللي كتب النشيد الوطني هو اللي يعني كتب اللجنة كانت عندها واحد يعني أسماء كبيرة جدا وزينة وزينة وكاتب هكذا لقد أجيز هكذا بعد التعبير لقد أجيز الفنان ضمير لقب الفنان عزيز حسني مطربا وملحنا يعني هذه وفيها الختم ديال السي أحمد وفيها العلامة ديال كافية بطبيعة الحال بالنسبة لي هذاك هو الدبلوم اللي سعت نحصل عليه ومن تما بديت الحمد لله الحمد لله واخا سي عزيز اول عمل سجلتيه كان مع فرقة الشوق الجهوي لمدينة فاس نعم كانت سجلت اغنية الكون نعم نعم تحدثوا لنا شوية على هذه الفترة هذه التسجيل يعني اول خطوة كانت هذه اول خطوة استاذ نعم بعد ما تعطتني الوثيقة من عند اللجنة ديال الألحان سي أحمد البيضاوي واحد النهار تيعيط ساكن فيكس مكان لا بورطابل نعم تعيط للوالد تعيط للدار تيجاوبو الوالد تيقول له الله يخليك ديك الكتيبه ديالو واحد السيده سكينه سؤال الله يرحمها قالت له الله يخليك كلمنا الفنان حسني راه عنده واحد المولود مع السي أحمد الوالد تيقول لي لا ما كيفاش عنده موعد راه يعني واش ولدي وصل على ان السي أحمد يعيط له يجي يدير لها موعد قالت له يا سيدي راه غادي يصيفطوا الفاس بالفعل مشيت عند السي أحمد البيضاوي قال لي راه غادي تمشي لفاس وكما قلت قبيله ان السي أحمد عزيز عليه الدعابة وعزيز عليه تيهز التليفون السي أحمد الشجعي ديك الساعه كنت أحمد الشجعي كان رئيس الجوق الجهوي لمدينه فاس تيقولوا راه غنصيفطك واحد الملحن كبير تهلا فيه هو بغى يدير ليه مفاجأة فمشى معايا الوالد ديالي ديك الساعة أنا قاصر مشى معايا الوالد هز لي العود ولا كانت واحد الطريفة ملي وصلنا للإذاعة الوالد هز العود هو يخرج ذاك المحافظ ديال الجوق قال لي واش أنت موسيقار اللي جاي من الرباط قال لي يا سيدي راه جاي خرج قال السي أحمد الشجعي ويخرج عندنا السي أحمد ما جاش عندي انا مشى عند الوالد قال له راه وصلني السي أحمد راه قلنا واحد الموسيقار كبير راجع عندنا وراه هذا والوالد يقول لا سيدي راه باش انا راجي غير معاك ولدي حيت باقي صغير ما يمكنش يسافر بوحدو تمام عرفتي بدا تيضحك واحد الضحك ديالي جات بهستيريا تمام باش يضحك السي أحمد السي أحمد الشجعي مسكين رحمه الله وقال لي ما شاء الله دابا هذا الوليد اجا يعني خذا اجازه من عند اللجنه باش يجي يسجل معنا باقي صغير ومن تما جلست مع الجوق الجهوي ديال مدينة فاس وديك الساعة ما كانش عندي خبرة واسعة فعاوني السي أحمد الله يرحمه مسكين وبدا تيوريني كيفاش ندير كيفاش التعامل كيفاش قال لي هاد البارتيسيون أنا كنت كاتب داك الشيء هذا قال لي هاد البارتيسيون من أجل يعني باش نسرعوا في الحفظ ديال القطع ولكن أنا ما كرهتش على أنك تلقن الفرقة الموسيقية مباشرة يعني ديك الساعة كان واحد القناع يعني من ودن لودن حتى الأدوات ما كانش موجود ما كانش يعني كنت التسجيل كان بواحد الطريقة بدائية يعني كان كيتسمى كاربيست يعني كان كيسجل كل شيء بخطة واحدة ماشي وكانت هذه هي أول أغنية يعني كدوز ليا في إذاعة سنة 1983 نعم واخا سي عزيز كيفاش كتشوفوا الاغنيه المغربيه حاليا واش يعني في الطريق الصحيح او لا ضمحلات الاغنيه مع طبيعه الحال غياب الناس ديال الفن الاصليين
استاذ انا درت واحد النداء وبغيت نعاود من خلال الصوت ديالكم يعني واحد المجموعه تنهضر بزاف لدرجه ان الناس كيقولوا كيضيقوا من الهضره يعني بعض المسؤولين كيضيقوا من الهضره يعني بان انا تنقول بان الان كاين تسيب والان يعني الاغنيه المغربيه تعيش واحد ايامها يعني الحالكه ف نحن مع التجديد ونحن مع الشباب وهذوك الشباب راه وليداتنا ولكن راه الان الاغنيه خرجت على السياق ديالها اللي تعرفات به الاغنيه المغربيه او ذاك الدامر ذاك الوصمه احنا مغاربه احنا شعب يعني شعب يعني والبلاد يعني ضاربه في عمق التاريخ وعندنا الاصاله ديالنا وعندنا الجذور ديالنا يعني وفي هذا بغيت ناكد في هذا الوقت هذا لان احنا الحمد لله ننعموا باستقرار ونعاملوا بواحد كان خاص يكون عندنا الرياده تمام يعني كان حنا خاصنا يكون عندنا الرياده في وسط هذا الفتن اللي كاين كبلد امن الحمد لله وكاد الاستقرار اللي تنعيشوا يعني خاصنا نكونوا حنايا رقم واحد تمام ولكن خاص علاش الان الاغنيه المغربيه يعني كانت الناس الاخرين تيقلدوها الخليجيين الان خداو واحد داروا بصمه ديالهم ولكن من قبل كانوا تيغنوا عبد الله الدكاري كانوا تيغنيو نعيمه سمير تيغنيو عبد الديك خيار تيغنيو يعني في الحفلات ديالهم في السهرات ديالهم كانوا تيغنيو الغناء المغربي ناقص بحكم ان بعض الايقاعات المغربيه قريبه بما يسمى بالسيسويت او 638 او مثلا 12 او 6 او لا يعني كانت قريبه لهم الحس الفني الحس ديالهم فاحنا الان انا استاذ حنا خرجنا اغنيه الان ولات فيها ايقاعات خارجيه فيها ايقاعات تركيه فيها يعني غربيه مزيج من الشعوب ولا الوليدات ديالنا الان كيديروا هذا الغناء هذا لا علاقه له بالاغنيه المغربيه يعني وهذا يحس في النفس كنت نتمنى على انهم يكونوا خير خلاف لخير سلف لان الاغنيه المغربيه كما قلت استاذ يعني كان كل شيء تيرددها الجيران ديالنا كان يعني حنا حضرنا في سهرات يعني في الجزائر وفي تونس يعني كان عبد الهادي ولا نعيمه ولا تيغني ولا الدكاري والجمهور كيسكت المغني والاخر الجمهور هو اللي تيبقى يغني يعني هذا الشيء كان شفناه حنايا ولكن ولينا حنا باب بغاوات ولينا حنا نقلد ولكن بغيت نقول للشباب مزيان ولكن ما خصهمش ينساو بان راه هذا البلد راه ضاربه في عمق التاريخ وما خصهمش ينساو بان راه حنا في واحد الايام وفي واحد القرون كنا في الاندلس يعني راه حنا شعب عريق جدا يعني خاصنا نحافظوا على الهويه المغربيه كاينه اصول علاش ما يرجعوش اكيد وهذا الشيء مع الاسف يعني هذا الشيء تنقول انا بصراحه يعني القنوات ديالنا يعني القنوات الان الرسميه مشات في واحد الخط واحد الاتجاه معاكس تماما يعني 360 درجه للاسف نأسف وهذه القنوات ديالنا يعني راه كتحمل مسؤوليه تاريخيا وهذه الهيئه اللي هي الهكا اللي عندها الصفه ديال المراقبه وديال انها مع الاسف ما يعني خلات بنادم الفيلات يوقع والان ولا واحد ولا شنو ولا اللي عنده لاكارت هو الفنان وتنقول انا اليوم البطاقه اللي تتعطى البطاقه لا تصنع الفن ولا تصنع الفنان اشنو عندك واشنو عطاك الله تعالى انا بدليل ما عنديش البطاقه انا الممارسه الفنيه ديالي 36 سنه كافيه باش يعني انا ما عنديش بطاقه الان يعني. ماشي ما عنديش ما بغيتش نديرها لان عندي موقف وكنت قلت للسيد الوزير الاسبق مع الوزير انا قال لي حيت كندير واحد الحفل على التوزيع ديال الرقائق وسولني قلت له ودي انا ما عنديش بطاقه وما كيفاش استاذ الموسيقى قد بداش قلت له لا مع الوزير انا راه عندي واش من حقي يكون عندي موقف قال لي يا استاذ شنو وكان معنا السيد الدكاري وكان معايا كان واحد يعني فضاء في مجموعه ديال الفنانين فقلت له مثلا راه مادام ان هذا الميدان ما تقننش ومازال ان ما كايناش يعني كما تنقولوا حنايا
لي كاتيجوري او حنا كيديرونا بحال الرياضيين مثلا الاخ الميدالية الذهبية والميدالية الفضية والميدالية النحاسية إلى آخره. هذا ما كاينش هذا الترتيب وما كاينش هذا سميتو راه كاين عشوائية وكاين أنا مؤخرا واحد ولي قرا عندي قريته أنا في المعهد قريته وجا عندي قال لي أنت أستاذ أنا خذيت البطاقة راه بحالي بحالك. قلت له بحالي بحالك راه مفروق أنا في 36 سنة راه صير في النية. قلت له ولكن أنت أحسن مني دابا. قال لي ها بقيتي شفية. لان انت عندك بطاقه انا قاعد عندي بطاقه وما كنبغيش ما يكونش غموض في شيء انا ما باغيش ندير البطاقه انا ترفض رفضا تاما هذه البطاقه علاش؟ لان في وسط هذه السيبه اللي كاين يعني في السيبه كاين تسيب وكاين انفلات والبطاقه ولات عند من هب وذب يعني وهذا الميدان اصبح مهنه من لا مهنه له مع الاسف وهذا الشيء غادي ينعكس سلبا هذا الشيء راه ينعكس سلبا وتسناو المفاجاه لان راه المفاجاه الى الاسوء فعلا لان راه الفن راه مرآه اللي هي اللي كتعكس الحضاره ديال اي دوله تماما مادام ان حنايا القنوات الرسميه ديالنا تمرر التفاهه فانتظروا واحد شنو غانتظروا من هذا ما تنتظرش هذا فعلا هذا راه تنقول انا بصدق ما تنقولهاش غرورا ولا تنقولها يعني غيره على هذه البلاد لاننا ديما في بعض القنوات العربيه تنهضر على المغرب يعني بواحد الطريقه لان البلاد ديالي تنقول بان هذه بلادي راه خص تكون بلادي شي حاجه كبيره كاينه وطنيه وكاينه غيره على البلاد شي غيره على البلاد اللي كتخلي الانسان كتفهمي باش يقول بعض الصلاه نعم وخاصي عزيز لقبك الموسيقار محمد الموجي بالصباط المغربي نعم كيفاش كان احساسك وانت كتحمل هذه المسؤوليه؟ نعم بطبيعه الحال اسم لقب كبير وما يعني ما عطاه المرحوم الصباطي الا وعرف انه تستحقه. نعم كيفاش كانت عليك ديك المسؤوليه واحساسك بها؟ نعم استاذ هذا اللقب ولكن اعتز بهذا اللقب لانه يعني ماشي سهل باش يلقبك شخص كالموجي الموجي تيبقى علامة كبيرة في الميدان الفني وحل كبار الفنانين في العرب عندي في الوطن العربي وهذه القصة ديال تلقيني ديال صنباط المغرب جات موراها مجموعة ألقاب الآن في الشرق يلقبون عزيز بفارس الأغنية وحيكون هناك من يلقب واحد يلقبوني ب كل واحد كيفاش يلقب الكبير الموسيقار عزيز حسني فارس الاغنيه فهمتيني نعم. امير القصيده كل واحد كيفاش يلقبني ملحن الاجيال يعني شحال من اللقب هذا ولكن تيبقى هذا اللقب ديال الموجي هذا كان في 1994 السي الموجي كانت عيطت له وزاره النقل داروا له حفل تكريم وفي هذا الاطار هذا في احدى فنادق مدينه الرباط كان على بالموازاه وزاره الثقافه دارت واحد الحفل شيء على شرف الموجي والناس اللي معاه يعني كان تيتصل بيا مدير الديوان ديال السيد الوزير وقال لي السيد الوزير بغى يشوفك مع خمسه تكون في هذا الوطيل هذا بالفعل مشيت تندخل كاين الوزير ديك الساعه علاس في نصر محمد علاس في نصر هذا الرجل يعني ما شاء الله يعني وزير افتقدناه وزير وشدني من يدي وغادي بيا لواحد الجناح مغربي في نفس الفندق فقال لي زيد معايا واحد السيد باغي يشوفك انا غادي معاه شدني من هنا مي غادي يتلقى قدامي الموجي عامر الموجي مفاجأة الموجي قال له السي علال قال له يا موسيقارنا قال له هذا هو الموسيقار الشاب ديالنا الاستاذ عزيز حسني الموجي شاف فيا ووقف يعني بمجرد انه وقف باش نقول واه كيفاش الموجي هذا ماشي شي واحد عيب واحد تمام
فوقف ويقول لي انت عزيز حسني؟ قلت اشوف فيه انا مبهور. قلت له يا استاذ انا عزيز حسني. وانا بديك الفرحه قلت له تتعرفني يا استاذ؟ يعني الوزير شدني من نوج لي دير لي هكذا. زعما ما تقولش لي واش تعرفني دير لي هكذا وراك وصبر هكذا عليا. سكت. حتى الاخر قال لي احنا قدمنا لك الموسيقى والكبير ديالي باش تقول لي واش تعرفني. المهم المهم يقول لي قال لي عمر عمر تنعرفك تنعرفكش في وجهك ولكن كنعرفك من خلال الحمد لله. الاعمال ديالك تمام. وهو كيفاش وقع ويقول الحضور قال لهم هذا هو صنباطي صغير. مسكين شدني في يدي ويقول لهم صنباطي المغرب هكذا. يعني المرة الأولى قال لهم هذا صنباطي صغير وعطيني ويقول لهم هذا صنباطي صنباطي المغرب. يعني بقيت نشوف فين كنت غايقول نبغي يعاودها قلت غادي يقول هذا الموجي المغرب. يعني قلت شوف شوف الإنسان كيفاش ما قالش هذا الموجي صغير يعني قال هذا صنباطي صغير. ويقول لهم انا نقول لكم علاش انا هذا الشاب هذا قلت له هذا اللقب هذا قال لهم لان منين محمد عبد الوهاب توفاه الله كانت لحن واحد مجموعه الاغاني سميه قيصر المطربه سميه قيصر سميه قيصر وديك الاغاني ما تكتملاتش كاين بعض واحد الاغنيه اللي ما غير بداها الله يرحمه وما كملاتش فبعد الحداد مرت محمد عبد الوهاب نهر القدسي قالت للمجيب بغيتك تكمل هذه الجمل الموسيقيه اللي بقاو وذاك الربط بين الجمل لواحد المغنيه مغربيه سميتها سميه قيصر مطربه كبيره فقال لي مادام ما تعرفش شكون هي سميه قيصر فاضطروا انهم يصيفطوا كل واحد خصني نعرف المساحه الصوتيه ديالها والغرابات ديالها فاضطروا على انهم يصيفطوا للاذاعه الوطنيه وانا كنت ساعه كنت لحن واحد المجموعه تقريبا شي خمسه الاغاني سميه قيصر وعطاهم للموجي باش يسمع الحس ديالها ومن تما عرف اكثر شكون هي يعني من تما خذا شكون هو عزيز حسني من تما بالسماع ديالو لهاد الالحان ديالي تما هو وصل ليا قال لهم هذا وكنت ينتظر قال لي يا شيخ انا افتكرتك راك العجوز زي ما كانش يصحاب له انا باقي صغير وسيرتو كان عاد كنا 94 1994 ومن هنا بدا اللقب ديال الموجي ومن بعد منه جات القاب كره اخرى يعني لا في الوطن العربي ولا في الحمد لله ولا في الحمد لله في اوروبا استاذ عزيز تلحينك الاغنيه خطيره للفنان عبد الحليم الخياط نعم واش كانت لها يعني واش عطاتك واحد الدفعه نعم كفنان وكانت كاعتراف اكثر شكون هو عزيز حسني نعم هذه الاغنيه ديال الخطير كانت دخلت في واحد المسلسل كان المسلسل سميتو سر الحمام سر الحمام تمام وكانت يدوز على القناه الاولى نعم وهذا قبل من كان هذا كان لحن اخر بالنسبه لهذه الكلمات غير هما كانوا ملحنين بواحد الطريقه شويه يعني حيت ما تقول لا للظلم لا للقهر لا بغينا كذا بغينا كذا يعني ملحنا بواحد الطريقه فيها شويه يعني واحد الريتم مرش عسكريه وداك الشيء يعني توحي لشي اشياء اخرى فالسي عبد الهادي الخياط رفض على انه يغني هذاك اللحن وقال للمنتجين ديال المسلسل الا بغيتوا انني نلحن نغني لكم هذا اللحن هذا غتشوفوا الشاب عزيز حسني يعني عندكم كلام شويه صعيب مقاصد فعيطوا لي بالفعل كان اتفاق بيني وبينهم وداك الشيء وغنيت ذاك الجينيريك لانك اولا لانه فيه كلمات ملي تقول ديك لا ما بقاش ديك لا للظلم لا ولات لا للظلم لا فيها فهمتي وبديك بغينا ما كتقولهاش بديك بغينا ولات بغينا نكون صدر حنون واللي وعد ما عمره يخون ما بقاش داك عندها داك ما بقاش عندها نفس ديك الحماس والخطاب داز وداز بيدو يونا وداز بسميتو
ومن تما كانت هذه انا كنعرف عبد الهادي الخياط يعني من اواخر الثمانينات، وكنا يعني في اطار الجولات اللي كنا تنديرو، كنا في اطار الاعمال الاجتماعيه للقوات المسلحه الملكيه اللي كانت تشرف عليها الاميره الجليله لاله مريم. يعني كنا تنديرو واحد المجموعه ديال الحفلات في الاقاليم الصحراويه خصوصا للجيش المغربي في التغور، يعني في كتدعم النفسيه يعني الجنود المغاربه تمايا. وكان هنايا سي عبد الهادي الخياط يعني كنت نطلع نغني اولا مصاحب الفرقه اولا كنسير الفرقه. هنا بدا يعني عبد الهادي الخياط كان تيعرفني من 85 يعني من المهرجان ديال الاغنيه المغربيه الاول 1985. تما بدا تيعرف راه كاين واحد الملحن سميتو عزيز حسني، ولكن ما التعامل ما تعاملنا ما كانش احتكاك ديك الساعه يعني غير بلا باس لاباس، اما حصهره اما جوله اما مهرجان. تما تلقى بالعلاقه وامن بيا هو امن بالمهم حتى هذا المسلسل هو اللي اقترح على ان عزيز حسني هو اللي غيلحن هذا المسلسل. وكانت بالنسبه لي انا يعني كبدايه برغم انا كنت درت قبل واحد المسلسل كان سميتو السراب. السراب من اخراج المخرج الكبير السي حميد بناني، وكنت يعني الحمد لله توفق فيه. وكان الموسيقى اللي درت موسيقى التصويريه اللي درت كان فيها يعني حتى المسلسل كان فيه شويه ديال حركيه. فمشيت في هذا الاجتماع من تما الناس ديال التلفزيون يعني تلقوا فيا كوضع للموسيقى المصاحبه او الجينيريك او الموسيقى التصويريه. وعندي مجموعه ديال الاشياء في هذا الشيء هذا. نعم بليس هذه اضافه زادت الفنان ديالنا. نعم استاذ. واخا سي عزيز كانت جاتك واحد الوعكه صحيه الشيء اللي خلاك تلتجا لمكتب حقوق التاليف باش على الاقل يتكلفوا بالملف ديالك الصحي. نعم. فاذا بالملف ما لقاش ترحيب. نعم. بل رفض. نعم. والاشكال يعني والغريب في الامر انه تم رفضه لاسباب كنشوف من وجهه النظر ديالي انا كاعلامي انها كانت تافهه بمجرد انه ذكر على ان السي عزيز حسني كيتكلم بزاف. نعم. يا ريت توضح لي اكثر علاش بالضبط هاد الموقف هذا. دابا الان في واحد المجموعه ديال تاع الاذاعه والتلفزه نقول لك تيعتبروا عزيز حسني بانه صريح اللسان. وانا يعني في الحق يعني كاين اشياء ما تتعجبنيش تنقول هادشي خايب. فهمتيني؟ خايب ماشي خايب راه ممكن تصلح، ولكن خايب راه خاص ملي نقول لك خايب خاص تراجع وتجيب الناس اللي حداك تقول لهم هذا السيد قال هذا الشيء خايب. راه السيد محترف. علاش؟ وعنده تاريخ طويل. راه يعني عنده شي رؤيه. نعطيك انا بدليل حتى بعض الوزراء الان اللي تيجيو يعني ما عندهمش مستشارين. واحد المجموعه في الوزراء اللي دازوا في وزاره الثقافه ما عندهمش مستشارين. علاش؟ وحنا حنا المثل كيقول يعني ما خاب من استشار. تمام. يعني خاص يكون عندك مستشارين ناس اكفاء. ما تنقولش انا عليا. طبعا كنا لا كاين يعني الناس وازين تبارك الله قدام قداش. يعني خاص يكون دايرين لك واحد الناس اللي يكون عندهم جهد طويل. مجموعه اللي تعتمد على الشورى ديالها. اي و 16 غنديروا هاد الملف اشنو هو وتجيب لي يعني اشنو كاين والمضمون ديالو وشنو التصور ديالك وشنو هذا مزيان وقارن بين سميتو كتبقى دائما ترى الكلمه هي الكلمه الفصيلة انت اللي كتفصل فيها. هنا كان هنا كما قلت يا استاذ المعمر طرح عليا هذا السؤال هذا. ف كان وقع اصطدام مع المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق التاليف بالفعل ان كانت عندي عمليه لان كانت تخرج لي واحد الكواط ومشيت على اساس ان انا انتمي الى هذه المؤسسه منذ 1986. نعم. يعني انا راه عضو يعني راه مده هذه راه ملي كتقول 1986 راه مر ولد الدار. ولد الدار بطبيعه الحال. وتنعقل على هذه البنايه والاشخاص اللي كانوا فيها والمدراء اللي دازوا منها. فبمجرد تنمشي عند السيد تنطلب باش نشوفه ما بغاش يستقبلني نهائيا. ما بغاش يستقبلني وتيرفض انه يستقبلني. فربما يمكن شاف واحد الوجه اخر عزيز حسني اللي رفضت على ان اعتبرت اهانه ولا سيما تيقول لهم يمشي عليا يخرج عليا وهذا. هنا انا ولت نعتبر انا اهانه ماشي ليا، اهانه للفنان المغربي ككل واهانه للفنان كما قلت يا استاذ الكل.
احياء الاموات طبعا الحال. يعني هذه اهانه. كيفاش انت كيفاش انت راك انت انت راه السيد الوزير حطك تما باش تتعامل مع الناس مع هاد الناس اللي مخاطين في هذا المكتب. المركز ديالك يحتم عليك على انك تستقبل تستقبل هذوك الناس ضروري واسمع ليهم الى اسمع. وكان المشكل كان بسيط جدا، كان ممكن عين اللي دخلت لعندو يدير لي خاطري فعلا، يقول لي الله مسكين الله 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 خويا بقيتي فينا، غير نخرج انا ويدير ذاك الميل فايلو. تراحم نفسي ما كانش غير انا كنت معاني نفسيا، لان ما عرفتش شنو عندي اصلا، واش عندي شي مرض خبيث، واش عندي يعني نفسيا انا كنت اضطرابات نفسيه نفسيا بطبيعه الحال. فمن انتجت لهذا المكتب هذا لقيت العكس تماما، هناك ناس يعني كان المدير الصديق يدين لهم لانهم هما لو بروبوزر، هما اللي اقترحوا على السيد الوزير ديك الساعه. اعتقد كان هو يمكن سميتو مشات لي سميتو صبيح. فربما يمكن اقترحوا وهو يدين لهم بهذا الاقتراح هذا، فهمتيني، وتيلبيهم يلبيهم الطلبات ديالهم اي يعني، وكان عندهم امتيازات كثيره وعندهم. انا رفضت هذا الشيء كله تقريبا وخرجت بواحد 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 النداء وجهته الى 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 عرفتي الى السلطات العليا. نعم والحمد لله، يعني الانسان الوحيد اللي كان معايا وقف معايا كنت ساعه كان مع الوزير العرش، هو اللي استقبلني وقال لي مالك السي حسني عاود لي شنو كان. وبالفعل عاودت له لقى بان من حقي يعني هذاك شي حاجه بسيطه جدا، جزء من حقوقك، حق هذاك حق ديالي انا وديال الناس اللي كيجيو تما والناس اللي مخاطين تما حقهم. فكان اعتقد من الاسباب اللي جعلت ان الوزير يحيدهم تما نهائيا. نعم يعني كما تقولوا حنا جراو عليه، لا انا تنقول لك انا جراو عليه، يعني لان طردوه شر الطرد، لان ماشي الانسان مناسب في المكان المناسب. يعني مقارنه مع الان السيده اللي كاينه الان في المكتب السيده دلال العلوي، يعني انسانه من اطيب خلق الله، انا تنقولها امام الملأ. تنقول شو سبحان الله كيفاش هذاك السيد، واش هذه السيده غير حيت يعني حيت هي امراه كتعامل بهذا الاسلوب. في الاخر لقينا بان السيده هي في ذاك التركيبه ديال يعني تقدم الخدمات اللي جا عندها ما كترد حتى شي واحد مقارنه مع الاخر. يعني كان الاخر كان عنده واحد الناس معينين تلقاهم هنا تلقاهم في المكتب ودايرين في فوق رجل وحاط القهوه وتذكروا والضحك لوبي والناس جاوا من ورا. يا انا ناس جاو من ورايا انا، كنشوف ناس تما جاو حتى 99 2000 2004 2005 تلقاهم تما. انا راه 83 مقيد في ذاك المكتب يعني كنقول شنو هذا، واش دابا هادشي واش هادي واش مال هادو اش كيديروا لنا، شنو الخيال العلمي اللي كيديروا هادو. بالعكس انا عزيز حسني انا لحنت الموشح اللي ما تيلحن حتى واحد، لحنت الموسيقى التصويريه ديال افلام عالميه، لحنت مع التعامل مع القنوات التلفزيونيه المغربيه، مجموعه من المسلسلات عندي تقريبا 20 فيلم وما عرفتش شحال من مسلسل والمسرحيات وغنية الطفل والمعزوفات الموسيقيه التي يجاز بها الطلبه في المعاهد الوطنيه كالسماعيات كاللونغات كالمشاريع، يعني هذه واضافه الى المعزوفات العالميه، عندي خمسه المعزوفات عالميه اللي ما تهرش فيها كيف ما هذا هو السؤال الذي عالم السفن، يعني تدوز في تدوس في العالم عصفوان قلزة عصفوان الأتراك عصفوان أذربيجان، يعني أذربيجان تنتفاجئ كان الأسبوع الثقافي ديالهم هنا في المغرب وتيعيط لي مولي المسرح قال لي راه شي ناس من أذربيجان تيسولوا عليك. أو قلت له أذربيجان فين جاتك أحد أذربيجان؟ قال لي واش عندك واحد المعزوفة سميتها؟ قلت له إيه. قال لي راه تيعزفوا راه تكون حاضر. قلت شوف دابا هاد الناس من اذربيجان شوف والله خرب الدنيا وجاو غيديروا تكريم لعزيز حسني وانا وسط هاد الناس هادو هما ديولي انت واحد من الدافيه احسن في حقيقه. يعني هذا اللي خلاني باش نكون هذا عزيز حسني اللي ما تيعرفوه خايب تيقول لك خايب. انا تنهضر غير تنهضر في الحق تنقول راه خليوا الناس تفجر الموهبه ديالها، خليوا الناس راه هي راه تيكون في مجتمعات امتي على ضلال فعلا. تنهضر انا عطيو الناس حقهم، عطيو يعني لكل ذي حق حقه باش يمكن تكون واحد الموازاه الاجتماعيه. هذا اللي كان واخا سي عزيز مادام اننا تكلمنا على وزاره الثقافه، جرب الى الحديث لهذا الدعم
نعم اللي خرجته الوزاره واللي ترى واحد الجاب اعلاميه كبيره. نعم كان فيها اللي معه وكان اللي ضد طبيعه الحال. نعم وهذوك الناس اللي ضد شافوا راسهم انهم نفس الاحساس اللي حسيتي بها سي عزيز على انهم كيفو. نعم وان الحق ديالهم تخدم. شنو رايك في هذا الموضوع سي عزيز؟ هو هذا الموضوع يعني خلق واحد الجدل كبير. و انا تنقول بان اللي خلى ان هذا الشيء يتفاقم هو يعني ربما يمكن التعبير ديال السيد الوزير انه صرح بان هذا دعم استثنائي. هنا كان الاشكال مادام احنا كنعيشوا واحد الجائحه جائحه كورونا وخصوصا الموسيقيين يعني الموسيقيين تيخدموا في الحفلات وفي السهرات وفي الملاهي وفي المقاهي وفي يعني هذاك هو مولد العيش ديالهم يعني ناس ما عندهاش شي مولد اخر فنيت تحبس هذا الشيء هذا يعني داك الشيء اللي عندهم كلاو دق نيت كلاو يعني شنو يعني كان خاص الدوله ان دير عين اعتبار هاد الناس وديرهم وتعرف بان هادو راه ناس راس القائمه حتى هما راهم يعني حتى هما راه كيتحسبوا انهم راه عايل صاحب الجلاله خاصنا اهتمام بهم فهمتي يا استاذ. نعم. هنا كان انا شنو كان اعتقاد انا نقول لك واحد القضيه يا استاذ اللي القليل تيعرف هاد المعلومه اللي غنقول لك في 2008 كانت اعلنت الوزيره السابقه توريا جبران رحمه الله يرحم مسكينه الله ما في لنا ولا ف منين علنت على هذه الفكره جمعت كما تنقولوا حنا واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جمعت واحد مجموعه ديال الاسماء ودارت واحد اللقاء في الخزانه الوطنيه وكنت انا من بين هاد الناس اللي كانوا حاضرين فالاوراق اللي قدموا لينا اللي عطاونا فيهم تلقى تلقى شنو بغيو يسميو هذا الشيء اللي بغينا نعطي عليه الصداع كان سميتو إعانة. نعم أنا تنقولها أمام الملف كان سميتو إعانة. أنا تنقرا إعانة تنقول هذه إعانة شنو هما تكون شنو المصطلح هذا ليس في محله فهزيت صبعي للوزيرة قلت لها الله يخليك معالي الوزيرة راه حنا ما تنسعاوش والفنان راه ما تيسعاش الفنان راه قادر انه لي سنين هو عايش وخدام على راسو ما تيطلب حتى شي واحد وقلت له الموسيقيين المغاربة كلهم راه عايشين بهذا الشيء يعني ما لا ينتمون الى اي جهة معينة فهمتيني فبالله بالرغم ان تيوقع عليهم واحد الظلم كبير دابا يعني ما عندهم لا عقود ديال الخدمة ما عندهم يعني كاين كما تنقول لك كبيره كاين تسيب يعني هاد الفئه وتنأكد لك هاد الفئه من رعيه صاحب الجلاله اللي هما الموسيقيين تنعرف العازفين يعني ما عندهمش شي قانون تيحميهم يعني هادشي راه كاين ملفات في البرلمان يعني راه حنا راه هادشي راه نقول لك راه من سنين ما يقارب 15 سنه وحنا كنتقاتلوا على هادشي هاد الملفات مازال ما بغوش يخرج فهمتي وبان خص يكون الحق بين المشغل وبين اللي كيشتغل ان الحق ديالو ما عندهم حتى حق ممكن الباترون غدا يقول له سير بحال هذاك ما عندوش شي حاجه اللي اللي تضمن ليه يضمن له تمام ما عنده لا روتريت ما عنده لا يعني لا مرض الله ينيه ما عنده الناس بحال الناس توفات في هذه السنه واحد المجموعه ديال الناس بسكن توفات الله يرحمهم يعني ما عندهمش شي حاجه الدار ديالهم يعني ما كاينش حاجه اللي غتحميهم فانا هزيت صبعي للوزيره قلت لها مدام الله يخليك راه عيب اسم اعانه قلت لها راه حشوم حتى تشوف فيا كاين شي ناس كان وحده الوزيره ما بغيتش نقول سميتهم هما راه ما غادي يعرفوا راسهم كان وحده السيده الوزيره شافوا فيا واحد الشوفه ديال زعما بس الله تيقولوا لي هكذا اللي كان حدايا هو السي حميد العلوي المنتج هو اللي ناض قال لهم خلوا السيد يهضر تمام الحال والوزيره هو تقول لي تكلم استاذ تكلم قلت لها مادام الله يخليك هذا الدعم انت حيدتوا لنا التلفازات ديالنا حيدتوا لنا المسابح حيدتوا لنا الجمهور حيدتوا لنا التلفازات حيدتوا لنا وغتزيدوا يعني تهينوا هاد الناس هادو لهذا الدرجه تعاد ما تسميوه
سميوه اعانه. اعانه مسكينه قالت لي واش تقترح الاستاذ؟ انا مادام ما عرفتش المهم انا هادشي فاجئني يعني، وعلى الاقل اظهر في الايمان يكون دعم، لان الفنان راه هو المرآه ديال البلاد، والفنان من حقه ان الدوله الدعم دعمه. علاش ما يكونش دعم مثلا؟ الله يمنعك. ويقول لي صافي استاذ صافي. قلت له من دابا غتسمى هذا الدعم؟ قلت له صافي استاذ. قلت له صافي مادام راه يعني هادشي تنقولوا للصالح. هو حاجه منطقيه. منطقيه. من تما بقى اسم ديالو في 2008 ضرب علي الحصار، يعني ديك الكروات الحمراء يعني واحد اللي. علاش نضت وعارضت ونضت نهضر؟ فمن 2008 الى هذه السنه ما عمرت قدمت ل قدمت لاي حاجه. كنت دائما ترفض يرفضوني بحجات عندك وثيقه ناقصه، عندك هذه هذا، عندك هذه هذا، غير الكلمه اللي قلت. زعما حق ظلم هذا، حيف هذا الانسان يعني في بلاد الحريه، والفنان هو اكثر الناس يعني اللي كيحس بالحريه قبل ما يتكلم بها. اكيد 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 ما شاء الله. ولكن ثم الى يومنا هذا هذه السنه هذه قدمت للدعم. علاش تقدمت للدعم؟ حيت نقرا في واحد ذاك القانون الاساسي بان اللي شارك اللي فات عنده مشاركات. هاد السنه ما يشاركش، ما عندوش حق يشارك. قلت لهم مزيان، واللي ما عمرو تقدم هاد السنه خصو يتقدم. وبحكم انك ما عمرك تقدم اللي تقدم. انا شنو ملي قال له السيد الوزير ملي تقدمنا وعطينا اللي فات وداك الشيء، قلت انا ربما يمكن وانا وجهه النظر ديالي انا قلت يمكن شنو غادي يديروا؟ يعني يكون كان قبل كان ممكن الاقتراح نطرحه على الوزير، نقولوا للوزير ونقولوا للمسؤولين عن طريقكم وعن طريق التواصل الاجتماعي. انا كنت الاقتراح ديالي شنو هو؟ مادام اننا تنعيشوا جائحه والناس مساكين هذه 8 شهور 9 شهور ما خدموش، والفنانين تيبيعوا حوايجهم وتيبيعوا الالات ديالهم، يعني راه حرام. وكيخرج واحد بشي خرجه تيبكي، راه عيب. عيب ان الناس ديال برا يشوفوا ان الصورة ديال الفنان المغربي حرام. سبحان الله. انا كنت شنو قلت؟ كنت بغيت نقترح مادام ان الوزارة قدمت هذه البطاقة ديال الفنان، واخا انا ما عنديش، مادام ان هذا حل كان ممكن غيرضى عليه الجميع. مادام ان الوزارة مثلا عندنا 3000 بطاقة، كان ممكن هذا المليار و400 مليون تقدم بالتساوي، ان المليار و400 مليون تقسمها على 3000 بطاقة. نعم. وكان كل شيء غادي يستافد. تماما. جات 200 درهم ياخذوها، جات 5000 درهم ياخذوها، جات 10000 درهم ياخذوها، اللي جا وليكون بالتساوي. مادام اننا هذه حاله خاصه. يعني هذا ومادام الوزير قال بانه دعم استثنائي. كنت نشوف بان ربما يكون هذا هو الحل اللي غادي يرضي الجميع. على الاقل يحسبوا ان دون يعني واحد المنحه. فهمتيني الفنان كتعويض لهذ المده هذه. المده اللي قلت يعني كما قلنا حنا انتعش نفسيا وهذا، ويكون مع وليداته ويكون هذا ويفرح بوليداته وهذا. مع الاسف هادشي خلق هاد، والان دابا تنشوف بان هادشي خلق واحد يعني ولا الهضره بزاف، وكاينوا بزاف اللي ما عارفينش شنو واقع، وكاين اللي غيسمع وبدا يهضر وبلا كتوجه يعني يعني اشياء. عيب ان تخاطب بها الوزير وزي صاحب الجلاله حشوم، يعني من أنا تهكذا منها بواحد الأسلوب هابط بزاف، غتبقى وزير صاحب الجلالة، يعني عيب، عيب هذا من أخلاق أخلاقية تنقول. تماما. يعني وهاد الفلوس اللي تعطاش راه ماشي وزير جبدها من جيبه وعطاها للناس، فهمتيني؟ أي مصنف ديال الدولة اللي الوزير راه متابع تا هو، وراه كاين شي اسمه حسابة وكاين شي حسابات وكاين ربع من ورا بزاف، ماشي راه في البرلمان غيجلسوا يقولوا شنو قول لنا، يعني هادشي ماشي 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 كما تنقولوا حنايا سيب. راه كاين محاسبات في هذا الشيء. فقلت انا بين قوسين الحاجه الوحيده اللي تنبعت عليها السيد الوزير هي انه يصرح ان هذا دعم استثنائي. فكان خاص تكون عنده استثنائيه. تماما. هذا وجهه النظر ديالي. تماما. ربما يكون خاطئ، ربما يكون مصيب. المهم بعدا انا بان لي هكذا كان كل شيء غادي يكون راضي وما غايكون كاع صداع. يعني الاشكاليه بالضبط كانت في نطاق التوزيع. التوزيع ما كانش عادي. التوزيع اللي ما كانش عادي. تماما. وواحد القضيه استاذ انما راه يعني راه كل شيء قبض غير في الاغنيه.
بحال حضروا على الفنان الموسيقيين فيهم ملحنين كتاف لا لا ماشي ملحنين كتاب كلمات لا ماشي هما داروا اطار اللي كلشي تيدوي فيه هي الموسيقى الموسيقى راه كان المسرح خدا دعم تقريبا راه على خداو الموسيقيين مليار و 100 مليون راه المسرح خدا 200 مليار جوج مليار المسرح خدا جوج مليار ما طلع حتى واحد حتى الفنان اللي الصحافه المكتوبه وداك الشيء راه كاين اللي خدا مليار واللي خدا 700 و 800 و 900 فهمتيني راه الناس شافوا غير موسيقي موسيقي مسكين اللي على باب الله يعني عايش بالنهار بالنهار يعني راه كان واحد 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 الظلم كان واحد الحيف هذا الشيء يعني راه العقل كان مثلا الايتام كان يكون مثلا على الدعم بصفه عامه فهمتيني كاع مثلا يا يتعطى كما تيقول يا يعيش الجميع يا كلشي يعيش الافه مادام اننا حنا تنعيشوا الجائحه تماما تماما يعني كانت ديك الميزانيه العامه اللي ما عرفتش شحال هي تقريبا ما عرفتش علاش ما نعطوا كلها وتوزع بالتساوي بالتساوي والله ما كان شي واحد غادي يقول شي كلمه تماما والله تنقول لها هذا المنبر ديالكم كان غادي يكون تساوي كلشي غيكون ناضي وغادي يحس بالرضا تمام هذا اللي كاين سي عزيز كاين شي جديد كاين شي حاجه في المستقبليات قريبه ان شاء الله نشوفوها نشوفوا نعم الاستاذ الفنان ديالنا الله يحفظكم اسيدي كان عندي مشروع يعني ربما ممكن هذه الجائحه وقفته لان كان عندي مشروع ديال واحد العمل عمل سيمفوني مع ناس من الصين يعني صينيين صينيين كنا اتفقنا وهضرنا صافي وغسينا كلشي على اساس اننا غادي ننطلقوا يعني شي قبل من الجائحه نعم ولكن جات الجائحه يعني كما تنقولوا حنا حبسات كلشي حبسات كلشي كان عندي مشروع مع الحاجه عبد الهادي في اطار الاغنيه الدينيه يعني كان عندي معاه تقريبا واحد جوج اغاني او ثلاثه كنا على اساس اننا غادي نسجلوهم كان نبي الرحمه وكاين سبحان الله وكاين الصلاة عليك يا رسول الله هذه هادو هادو كانوا يعني كنا غادي نخدموهم مع الحاجة بلادي ولكن جات هاد الظرف هذا بالإضافة إلى أعمال أخرى يعني كان كسينما ك يعني كأعمال سينمائية وكأعمال مسرحية كنت غندير لهم الموسيقى التصويرية ولكن ممكن هناك تهيئات غير الظرفية غير مناسبة وصافي هذا هو اللي كاين الظرفية ولكن إن شاء الله هذا الشيء حتى على أساس كاع حتى المسرح محمد الخامس يعني كان عندي واحد جوج ديال السهرات سهره خاصه بالموسيقى العربيه اللي هو الموشحات وكان سهره خاصه غنكون فيها عز حسني ضيف على واحد المؤسسه يعني كحفل تكريم وغادي يغنوا فيه يعني الرموز والنجوم اللي غناو لعز حسني بالاضافه الى بعض المطربين الشباب اللي غنيو بعض الاغاني ديالي وغيكون كحفل وغتكون بالختام غنطلع غنقول واحد الاغنيه اللي كان غادي يغنيها واحد الصديق عزيز عليه رحمه الله اللي هو السي محمد الحياني الاغنيه ما كتبش لها ان ان تخرج يعني في اطار حنا تمرنوا ومسكين اصيب بديك الوكا وكان هاد الاغنيه كان بغي يهديها لبنتو بنتو ديك الساعه كانت عندها واحد 4 سنين الان ما شاء الله راه ولات يعني شابه الله يكون معها لحنات وحفظها ومرناها ولكن داكشي جا شي ديال الله تعالى فكنا تنوجدوا عزيز تكريما لروح محمد الحياني الله يرحمه نعم ممكن نسمع شي قطعه من هاد الاغنيه مرحبا وبالاضافه انها كانت شنو كان سميتها؟ كان سميتها سيدتي والسي محمد الله يرحمه مسكين قال له ودي انا الاغنيه بغيت نهديها لبنتي انا تنفضل انها تسمى انستي قلت له مرحبا اخي اسمح لي وكنا تنوجدوا على اساس ان ومشينا كان غادي نديروها في مهرجان الايام الثقافيه للحسيمه ديك الساعه كانت سهره الاقاليم و تنعاود لك هذا الشيء راه في 92 تقريبا 1992 ولكن ما كتبش على ان دابا انا كنغنيها بعض الجلسات مع بعض الاخوان وداك الشيء ولكن وليت نسميها ما بقاش كنسميها انستي هي سميتها انستي ولكن تندير بين قوسين حسناء على بنت سي محمد الله يرحمه الله يرحمه لان كانت صغير وراه حدانا وكنكون تمرن انا وياه في واحد المسرح محمد الخامس الدار ديال محمد الخامس كانت واحد نادي الاسره كان سميتو نادي الاسره ولا مقهى كنا تما تمرن انا وياه وكتجي تلعب ليا في العود وهذا وكيقول لي زكريا دابا راه اغنيه ديالك وكنت قدمتها في واحد الكتاب كانت واحد
واحد الاستاذ كان دارت واحد كتاب على 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 المرحوم سمح الحياني وكنت غنيتها ولكن ما كملتش اغنيه بحضور حسناء يعني بمجرد انني بديت نغني بدا كلشي تيبكي ما شاء الله وحبيت ما ما يعني ما تغنيش بالرغم انه مجموعه ديال الفنانين كبار بغاو يغنيو ولكن السي محمد مسكين الله يرحمه كيقول لي هذه اغنيه ديال بنتي اللي انا مسكين تحس بها من نفسه زدت شو وقتنا الساعه الجزائريه نعم. الرسميه ريت نسمع واحد القطع مرحبا منها بارك الله فيك مرحبا تتقول سيدي هذا الشعر ديال المرحوم السي محمد حليم الازلي رحمه الله رحمه الله تتقول انستي من قال بان الحب مجرد اهواء وخرافات تحكيها الجده للاحفاد وللابناء انستي من قال بان الحب مجرد أهواء وخرافات تحكيها الجثة للأحفاد وللأبناء وتعاويد 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 امرأة لا تتقن فن الإغراء أنستي يا سلام يا سلام أستاذي سلام نعم أستاذي سلام شكرا يعني هذه كانت في 1992 وقبل من هذا التاريخ كنت غنيتها في مهرجان بابل مهرجان بابل في العراق كان مهرجان عربي للهوات وغنيت هذه الأغنية هذه بمصاحبة فرقة موسيقية فرقة موسيقية عسكرية عراقية عراقية في بابل يعني كانوا كيلبسوا كل شيء هما كيلبسوا الخضر كيلبسوا وكان النجم ديال السهرة آنذاك هو أستاذ كاظم الصاير كاظم الصاير نعم اللي كان نجم واللي كان حاضر يعني كان نجم ديك الساعة معروفش على الوطن العربي ولكن كان في بلادو كان معروف كان تيغني هذيك الأغاني الشعبية العراقية وتارت الانتباه ديالو وكنت ديت فيها الجائزة الأولى يعني لحنا وغناء وكلمات كنت ديت فيها الجائزة الأولى ومن ثم بقات هذه الأغنية محصورة بيني وبين السي محمد الله يرحمه حيت كان بيناتنا شنو هو التعارف اللي كان بالنسبة للسي محمد لأن كما قلت لك حنا أصدقاء من بكري ولكن جا تيهنيني رحمه الله مسكين تيهنيني على هذا على هاد الجائزة اللي ديت في العراق وقال لي واد أغنية واش حنا كاع ما عرفناها كي دايرة وأنا قلت ليه وأنا من جهة العوية كان عندي مسكين وعزيت العوية تنغنيها غادي يشوف فيا قال لي هادشي كبير ديال قال لي أنا مغني الأغنية غير طلب واحد بغيت هاد السمية ديال سيدتي تحيي سبحان الله واش ممكن قلت ليه دابا هزيت التليفون كسا كان غير فيكس هزيت للسي حليم الازمي قلت له ودي راه سي محمد راه قال لي شكون سي محمد قلت له حياني قال لي اه حياني قلت له حياني قلت له فينك استاذ قال لي هو كان كسا تيخدم في السفاره السعوديه في بلاص بيتري قريبه يعني ماشي ويلي هبط تيجري عندي جلسنا قال لي لا استاذ تسمي اللي بغيتي مسكين رحمه الله السي حليم الازمي عندي معاه جوج ديال 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 اشياء زوينه بزاف هي مع السي محمد الحياني هاد اللحظات هادي ومع السي عبد الهادي بخياط السي عبد الهادي بخياط كان السي محمد كان السي محمد الازمي عطاني واحد القصيده سميتها لك الحمد وهاد لك الحمد يعني تنغنيها تنستانس بها وكنت مع السي عبد الهادي بخياط كنا تنوجدوها تصرف الحمد تيجي تيمرن عندي في الدار كسعه وليدي تيبقى صغير وين فهمتيني وعلي وتيمرنو تيمرنو واحد الساعه كان نوض كيتوضا وانا نغني لك الحمد قال لي دير من هنا قلت له دير السي حليم الازمي الله عاوتاني شاهد كبير ويجبد المسجله قال لي سجلتها ليه ما كملش اسبوع 10 ايام سجلنا مع الفريق الوطني
معليش خو وطني ديك الساعه كنت كيضم ديك الساعه لي خو وطني خيره العازفين في المغرب وكان الجوق هذا عتيد ولو يشقوا له الكبار يعني التجربه كانت انا سجلت معاهم مع الخو وطني مجموعه ديال الاعمال مع نعيم السميح قصيده اغنيه الدموع الكيه جوج اغاني مع سي مع السي عدلي الخياط مع القاضة مع لطيفة مع نزهة الشعباوي مع أغنية كنت غنيتها قلت أنا واحد مجموعة ديال الأشياء تقريبا واحد 8 أو 9 أغاني سجلتهم مع الجوق الوطني بالإضافة إلى الأجواء الجاية بطبيعة الحال ديال الشجعي وديال إبراهيم العالمي الريبيرتوار ديال سعد الزمروف راه فاق تقريبا 90 عمل نعم اللي تبارك الله في, نعم في الحقيبة ديالو نعم أنا راه كاينة 120 أغنية تقريبا تقريبا الحمد لله يعني التاريخ لا نقاش في هذا سي عزيز كانت جلسة شيقة معاك بغينا واحد الكلمة أخيرة لجريدة أصوات نعم قلت له سي عزيز أولا نشكر جريدة أصوات على هذه الاستضافة الجميلة ومن خلالهم يعني من خلالهم تنوجه تحية لكل المتتبعين ديال هذه الجريدة هذه وتنتمنى للجريدة إن شاء الله التوفيق والمزيد إن شاء الله من التألق والنجاحات إن شاء الله وأنا راه الإشارة تنعبر كخيالنا في أي حاجة أنا راه الإشارة وأي حاجة طلبت مني ممكن أنني نتعامل معكم وكنتمنى على أننا ما نكونوش يعني ثقال على الناس اللي غادي يشاهدونا ونكونوا يعني خفيفي الظل والله تعالى يرفع لنا هذا البلاء ويرفع لنا الجائحة شكرا سي عزيز. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.